سنين الجهد إن طالت ستطوى، لها أمد وللأمد انقضاء، لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء، فبعد العتمة الظلماء نور، وطول الليل يعقبه الضياء، أمانينا لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور محمد. حياك الله وبياك، بارك الله فيك. الله. ونحن نتكلم عن موضوع التفكر، يعني يطيب لي أسأل فضيلتك سؤال شخصي. نعم. كم من وقتك تقضي في التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لو مرت بي نعمة واحدة من نعم الله ظاهرة وباطنة دون أن أقف معها مليا وأن أسجد بقلبي قبل بدني للمنعم جل جلاله ما اعتبرت نفسي من بني الإنسان. الله أكبر، الله أكبر، فتح الله لك. كيف تمر عليك نعم الله أيها الإنسان دون أن تتوقف، دون أن تتوقف بقلبك وعقلك وكيانك ودمع العين مع المنعم جل جلاله؟ والله الذي لا إله غيره، لقد عشت بعض النعم المسلوبة في فترة مرض، شفاك الله وعافاك، طهور وترقية ورفع درجة إن شاء الله، واستشعرت حقيقة ما كنت أذكر الناس به. ما الذي سلب؟ كنت أتذكر قولة هارون حين منع منه الماء، يفتديه بنصف ملك، وألح في طلب الماء، فلما أحضروا له كوبا من الماء شرب، فقال له ابن السماك: هنأك الله، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟ قال: بنصف ملكي، أما الأخرى ويا لها من أخرى. قال: ولو حبس فيك. يا الله. فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصفه الآخر. قال: اشرب هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. لا يعرف ورب الكعبة قيمة هذه شديدة جدا يا مولانا. نعم والله يا دكتور محمد، لا يعرف قيمة وقدر هذه الجملة إلا من عاشها. دعك من التنظير. دعك من التنظير. الله عليك، أحسنت. تمضي الدقيقة عليك وأنت لا تستطيع أن تخرج قطرة بول واحدة، وكأنها عام كامل، وكأنها عام كامل. والله الذي لا إله غيره، يظهر الإنسان في لحظة مرضه بمظهر العاجز الضعيف، مهما كان ملكه ومهما كان صولجانه ومهما كان جبروته، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة. فلو تفكر في نعم الله تبارك وتعالى عليه الظاهرة والباطنة ما تجرأ على الله ووظف هذه النعم في معاصيه. ولذلك قال بشر الحافي: والله لو عرفوا الله ما عصوا. الله الله، والله لو عرفوا الله ما عصوا، ما عصوا، والله ما تجرأنا على معصية الله إلا في اللحظة التي قل فيها في قلوبنا وعقولنا معرفتنا بالله جل علاه، نتجرأ حينئذ. أو إن شئت فقل: يزل من يزل من أهل الفضل والتقى. يزل في لحظة ضعف تتجلى فيها بشرية الإنسان وتتغلب على جانب روحه وإيمانه وعقله. الله يغفر، يغفر سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لاحظ الصفة الأخيرة في صفة المتقين، الصفة رقم 5:
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا المراد بها الفاحشة عموما ولا الفاحشة الزنا يراد أو الفاحشة الشذوذ والمثلية مثلا كل هذا وارد في هذه اللفظة الله أكبر كل هذه المعاني واردة تحت لفظة الفاحشة لكنها تستخدم ويراد بها في الأصل الزنا عياذا بالله ويراد بها كل فحش من القول والفعل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة فهذا فضل الله سبحانه وتعالى فضلتك تأملت في هذه النعمة نعم إلى ما وصلت كمحمد حسان الإنسان ومحمد حسان الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يعني على مدار عمرك بارك الله في عمرك وعمرك. أما الداعي فربما ينظر إلى كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى بمنظور الدليل القرآني والنبوي بمنظور الدليل القرآن والنبي وهذا أعظم ضابط من ضوابط التفكر الذي يوصلك إلى الله له ضوابط أيضا؟ طبعا سنأتي إذن لها نعم ألم يتفكر كثير من الخلق ووصلوا إلى الإلحاد بالخالق؟ بلى صدق. فأعظم ضابط للتفكر ليوصلك إلى الله وليملأ قلبك بالإيمان بالله وليجدد في قلبك الإيمان به سبحانه وليملأ قلبك حبا له سبحانه لا يكون إلا من خلال النظر إلى الكتاب المفتوح من خلال الكتاب المقروء أي بعدسة القرآن الكريم ثم بكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فالتدبر بالدليل القرآني والدليل النبوي يوصلك كيف تدبرت وكيف تأملت؟ أنا غرضي من هذا السؤال إذا أذنت لي أخذه كمثالا عمليا يحتذى في مثل هذه الأمور التي تعصف بالإنسان كيف تدبرت وعرضت نفسك على القرآن أو السنة؟ لا تكاد تمر نعمة واحدة من أول استيقاظي من النوم إلا وأنا واقف مع المنعم سبحانه فلا تنسيني النعم المنعم جلال المنعم الله وإحسانه وعطاءه ورحمته وفضله وبركته يا أخي كنت نائما إن شئت فقل كنت ميتا كنت من بين عالم الأموات إلى وقت معلوم فشاء ربك أن يمنحك الحياة من جديد وأن يمنحك نعمة المهلة نعمة المهلة في هذه الحياة فاستيقظت وإذ بعينك ترى وإذ بأذنك تسمع وإذ بلسانك تكلم وإذ بجوارحك تتحرك وتنهض من فراشك ألا ينبغي أن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ينبغي يجب نعم صدقت وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقرأ 10 آيات من أواخر سورة آل عمران وأن تبدأ في الذكر بأي نوع من أنواع الذكر اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق إلى آخره اذكر الله جل وعلا بأي ذكر يفتح الله به عليك وهكذا طوال اليوم مع طعامك مع شرابك مع أهل بيتك مع ولدك مع لبسك مع خلعك لملابسك مع دخولك للخلاء مع خروجك من الخلاء مع جلوسك على الطعام مع فراغك من الطعام مع نومك مع استيقاظك مع دعوتك مع إحسانك إلى الخلق وتعاملك كل حركة من حركات المؤمن إنما هي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى الممات لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر فالمسلم يجب أن يتعامل مع نعم الله تعامل العبد المحب الذي يجل المنعم سبحانه وتعالى ويعرف إحسانه وبره وجوده وإنعامه
جميل، لكن عذرا يعني هذا برنامج إعلامي يعني. نعم. الحلقة طيبة، جزاك الله خير وبركة، لكن هناك من يقول مثلا أنه إذا نترك أعمالنا وأشغالنا ونقعد نذكر طول النهار ونقرأ قرآن طول النهار. ومن قال بأن العمل ليس ذكرا؟ ومن قال بأن العمل ليس طاعة وليس عبادة؟ ومن قال بأن الله أمرنا أن نفرغ أوقاتنا كلها للطاعة بمفهومنا لمعنى الطاعة من صلاة وصيام وزكاة؟ لكن لو تدبرت العبادة بمعناها الأوسع والأشمل لعلمت أنك في كل لحظة من لحظات حياتك في عبادة وفي طاعة، حتى ولو كنت تداعب زوجتك، حتى ولو كنت تلاعب أولادك، حتى ولو كنت في تجارتك، حتى ولو كنت في وقت من الأوقات المباحة تستثمر هذا الوقت في أمر تجدد به عقلك وذهنك. العبادة أوسع مدلولا من الصلاة، وأوسع مدلولا من الصيام والزكاة والزكاة والحج والعمرة. لا. بل العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلو صحت النية، هذا قيد جميل جدا، لو صحت النية وكان عملك للدين أو للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في عبادة مرضية لرب البرية. الله، مرة ثانية هذه الجملة رائعة وتفتح الباب واسعا للكل في عمله. إذا صحت النية، النية لله، لله، فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يبقى على القرآن وعلى الاتباع. أحسنت. لله ممتاز. موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صحت النية، إن صحت النية وكان عملك للدين أو للدنيا، للدين أو للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في عبادة مرضية لرب البرية. جميل، ما شاء الله. أنت في طاعة. أحسنت. من يفرق يا دكتور محمد بين العمل للدين والعمل للدنيا ما فهم دين الله وما فهم دين رسول يعني الله. كطبيب مثلا في مستشفى، في عيادة، يعني رجل في المعمل، في المختبر، مهندس، يقول هذه أعمال دنيا كلها أمور دنيا، يريد أن يترك هذا العمل ويتحول إلى داعية أو شيخ أو يتدبر كتاب الله عز وجل. لا ينصح بهذا أبدا، ولم ننصح واحدا من أبنائنا وإخواننا بهذا على مدار السنوات الماضية. حينما يأتي سائل من أحبابنا وأولادنا ليسأل مثل هذا السؤال، بل أقول له لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من الصحابة جميعا أئمة على المنابر وخطباء يهزون أعوادها لفعل، فهو المربي والمعلم عليه الصلاة والسلام، ولكنه وضع كل صحابي في مكانه الذي يناسب قدراته وإبداعه وإمكانياته، فجعل منهم السادة والقادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للإبل والغنم. فأبو عبيدة له دور، وخالد بن الوليد له دور، وزيد بن ثابت له دور، وعبد الله بن مسعود له دور، وعمر بن الخطاب له دور، وأبو بكر له دور، وعثمان وعلي، كل في موقعه الذي يناسب إمكانياته. وهم بهذا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه. نعم، العمل للدنيا كما ذكرت أثر علي بن أبي طالب من باب الأمانة في سنده ضعف، يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار يعني دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. يعني لا نطلق الدنيا ولا نعزف عنها يعني. أبدا. لم يأتي ذم في القرآن والسنة للدنيا لذاتها مطلقا، وإنما الذم الوارد في الدنيا إنما هو ذم لما يرتكب فيها من معاصي تبعد العبد عن سيده ومولاه. أحسنت. الله، فزمانها الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ومكانها الأرض وآية لهم، الأرض الميت أحييناها، فآيات كلها آيات. أحسنت. كلها آيات. ما شاء الله عليك، أنا سعيد بدر، جميل. نعم، لكن الذم الوارد إنما هو للذنوب، للمعاصي. هنا الذنوب والمعاصي تزيل النعم بقى. أحسنت. كنا وقفنا عند هذه. أحسنت.
وركت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. سلم يا رب. سلم يا رب. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر إلى العقوبة، جوع والخوف وخوف. يا الله، خلاص فقد الإنسان لذة العيش وهناءه كله. هم بالدنيا، هم الدنيا جوع. حتى لما ربنا امتن على 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 أهل مكة لهم الذي أطعمهم من جوع وأمنهم بورك من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كل شيء ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فإذا الذنوب أخطر معول لهدم هذا الصرح العظيم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. مرة ثانية البتيد والله كمان جمال ما شاء الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها أي النعم بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية قد تغيب عن بال كثير من المسلمين، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يلا طيب سلم يا رب. الذنوب حتى توقف رزق الله سبحانه وتعالى. تقول لي طب ما انت لسه قايل دلوقتي ربنا يرزق الكفار. لسه بالضبط، بس هم مسيطرون، الاغنياء والسلطه عندهم والغنى والقوه والجمال والحلاوه. شوف انظر الى القران وتدبر. يرزقهم نعم على كفرهم. نعم، وما من دابه في الارض الا على الله يرزقه. الله يرزق الكافر والمؤمن على حد سواء. طب ذنوبهم لما لا تحجب نعم الله يعني. انظر الى الجلال القران وجماله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. استدراج. أحسنت. فكم من مستدرج بنعمه وهو لا يدري. كم من مستدرج بنعمه وهو لا يدري. حدثني كده سرعنا على الاستدراج كيف يكون. حتى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قارون خير نموذج للاستدراج. كان مؤمنا بموسى. نعم، لكنه جحد نعم ربه. أوتيته على علم عنده. هذا الذي يقال اليوم بهذه الكلمات فن الإدارة. الله أكبر. فن الإدارة. كمبيوتر. إنما أوتيته على علم عندي. الله تبارك وتعالى يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. النتيجة كانت إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لم ينصره أحد، ولم ينصره ماله، ولم ينصره جاهه، وإنما أهلكه الله عز وجل بماله. إذن جحود النعم والذنوب وتوظيف النعم في معصية علام الغيوب يمحق النعم. ولا تغتر بإمهال الله لك يا من أنعم الله عليك وأنت مقيم على معصيه. لا تغتر بإمهال الله لك، فالله جل جلاله يمهل لكنه لا يهمل. لا يهمل. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني الحديث بقية حديثك ذو شجون. بارك الله فيك وأحسن إليك سيد الكريم. يعني نصيحة في الآخر تقولها للمسلمين والآخر، ماذا تقول لهم؟ نصيحتي لأمتي الحبيبة، لا تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. هذا جانب آخر من جوانب سلب النعم قد يغيب عن الكثيرين من الناس. وغب بالفعل. بالفعل نعيشه. ونصيحتي لغير المسلم، انظروا إلى ما ابتليت به البشرية الآن في ظل هذا الرخاء مع تعدد الأسواق
وكثرت البنوك، لكنها حرمت نعمة الأمن والأمان، حرمت نعمة انشراح الصدر وراحة الضمير واستقرار النفس وهدوء البال وسعادة الروح. فلا يمكن أن تحصل البشرية هذه النعم المسلوبة إلا إذا عادت إلى المنعم سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وأحسن إليك، حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان.